الاخبار؟ الله يسعدك حبيبي يابا. حضرتك اسمك ايه؟ نتعرف عليك. والله انا فلسطيني من غزه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. بقالك قد ايه هنا في مصر؟ ابو احمد كساب انا. اهلا وسهلا. اللهم صل على النبي. جيت في 11 مع ابني بدرس بجامعه الزقازيق. ايوه. والله مصلى على النبي. وصار الحرب طبعا في 17. ايوه. وضليت موجود مش عارف اروح يعني. ايوه منورنا. الله يسعدك. الله يخليك. منور بوجودك والله. الله يخليك. الله يسعدك. الله يخليك. احنا عاملين مسابقه كده بنسال الناس تعرفوا مصر كويس ولا لا. تعرف مصر كويس؟ والله يعني بحبش في الدنيا الا مصر. حبيبي الله يخليك. والله الله يخليك. طب ايه اكتر حاجه بتحبها هنا؟ ايه اكتر حاجه بتحبها هنا في مصر؟ انا اكتر حاجه بحبها هنا منطقه الفلاحين. انا بحب الفلاحين جدا. ايوه. طب رحت فين في الفلاحين؟ انا ساكن عند الفلاحين. فين بالظبط؟ في عزبة مرعي. عزبة مرعي. ناس طيبين، ناس يعني بسيطين. بسيطين وكل الصفات الكويسه فيهم. أيوة. انا ثاني سنه انا معشرهم انا. أيوة. يعني سنتين للامانه يعني الفلاحين انا بحترمهم جدا 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 كمان. انت منورنا والله. والله وانت اكثر كمان. الله يخليك. الله يسعدك حبيبي. شكرا. فرصه سعيده. الله لك يسعدك حبيبي. الله يسعدك حبيبي. مع السلامه.